بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لواء اليرموك كتيبة أسامة بن زيد. هم أبطال الجيش الحر يتجهزون لضرب عربات شبيحة الأسد، والإيرانيين السفهة على الدوار الإيرانية وتبين حزب الله على أساس أنهم فكرين نخاف منهم. بإذن الله والله عم نستناهم السنة، بإذن الله عم نستناهم السنة، وجايينك يا بشار، جايينك على القصر بإذن الله. وهم شباب الجيش الحر. تكبير.